هلا تركي وصل؟ خليه يدخل. السلام عليكم يا طويل العمر. حياك. كيف حالك؟ هلا والله. صراحة ماني مصدق نفسي يوم قالوا لي أبو سامي يبيك، جيت على طول سبحان الله. استرس. أبشر طال عمرك. ما لاحظت شيء وأنت جاي؟ لا يا طويل العمر. مواقف الفندق اللي في جنبنا مليان السيارات، ومواقف الفندق اللي عندنا ما في ولا سيارة. قصدك الفندق اللي جنبكم؟ اي صح، انا ملاحظ انه صراحة فل سيارات وعالم رايحة جاية، ما عدا فندقك يا طويل العمر صراحة يهشون ذبان. انت اختار الفاظ زي وجهك. المهم انا برسلك الواحد يقال له ابو خالد يشغلك في الفندق اللي في جنبنا، ويريت يكون معك اخويا. ابغى اعرف الناس ليش ترغب ذا الفندق وفندقنا لا. لكم مكافأة مجزية إذا علمتوني شو السالفة. الله يا طول العمر، أنا كان حلمي أشتغل جاسوس بمقابل جيمس بوند. أبشر، هذه قبل لي الحمد لله تحقق حلمي. أتحداك يا الفندق البطل. أقول هذا الفندق اللي بنشتغل فيه جواسيس. كنت بديتك يا ورع، هبول أنت. الشرم مو عليك على اللي جابك هنا. ابن الحلال أنت تسكت ولا كلمة، تفضحنا هنا أنت. وصل وصل الجماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا الشباب يا هلا. الله يحييك. اهلا وسهلا. يا هلا الشباب، وش يشربون؟ مانجا. اي شيء طال عمرك، اي شيء. خلاص اجل يا رامز، الله يجزاك خير. قهوه عربيه ومانجا للشيخ. تمام يا شيخ. أنا الحقيقة كلمني أبو خالد عنكم، ولكن إن شاء الله أنكم تتوظفون عندي هنا بإذن الله بالفندق، لأني أنا أصلاً أحب الشباب الطموح وما يحتاج الحقيقة أحد يكلمني. إن شاء الله. أبشر طال عمرك، مالك إلا اللي يسرك. صح يا عيال؟ صح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل. تفضلك. يا جماعة يا جماعة يا جماعة، علم علم الوضع تحت السيطرة. يا شباب يا شباب، في واحد دخل الفندق، استعدوا. حلو حلو. وبعد ما تدخل البيانات تطبعها وتخلي الزبون يوقع عليها. لا أبد، الموضوع سهل، إزهالها عندي. خلاص عاد أنا بستاذ. الله يوفقك، استر عليك. مرحبا اخوي، شرفتنا. هلا والله. يلا هلا بك. في حجز مسبق اخوي؟ اي نعم، في حجز مسبق. تفضل هذا الحجز. الله يعينك. البطاقه الله يهينك بس. عامر تفضل. الغرض من الاقامه؟ محاضره في الجامعه. اوكي تفضل. الله يسعدك. طيب اخوي تقدر عاد تتفضل في الاستراحه لين اخلص البيانات. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. ايه يا ابو، احفظ اشكال الزباين عشان اذا رجعوا نعرف ليش. ازهلها. يا هلا ويا مس هلا، تو ينور الفندق. نور نورك ووجودك. الله يحييك. كم رقم الغرفة؟ 213. أبد، شوف جنب السلم على طول، إن كان في حريق على طول بالطوارئ، وإن كان أسانسير تنزل على طول تدزها. الله يعطيكم العافية، ما تقصرون. الله يسلمك. مشكور وما قصرت، الله يعطيك العافية. وعشانك سعودي تفضل، هذه هدية بسيطة لك. هذه لي أنا؟ أين ما سوينا شيء. أبد، هذا هدية بسيطة والجاي أكثر إن شاء الله. أبد، حنا تحت أمرك. أي شيء تبيه حنا تحت أمرك، اطلخ يا ولد. أخس أخس يا عامر. يا شباب كله يسمع، ترى عامر أخذ من الزبون فلوس، راح نقسمها بيننا. يعطيكم العافية شيف. الله يعافيك يا رب. شاهدة يا خيي، امبارح الجريش والمروخ خلص بكير،
إيه قالوا لي الشباب واليوم إن شاء الله بكثر منها. عفيرم عليك. شغل تمام؟ زي العسل. شوف الأكلات الشعبية عليها أقبال كثير هاليومين. إيه الحمد لله وهذا الأفضل صحية. السلام عليكم صديق. وعليكم السلام. كيف حالك؟ كويس؟ أنا نفر هنا شغل جديد هنا. أيوه. سعودي أريبيا. أيوه. أنا هبو شغل ما في سمسم سعودي تاني، أنا هبو شغل سوا هنا ما هي مشكلة. أنت كويس؟ أيوه. أنا كويس الحمد لله الحمد لله. في أنت موجود ماستر كي هذا؟ أيوه في. موجود أنت؟ أيوه. ما في مشكلة؟ ما في مشكلة. شيل أنا؟ أيوه. أنت والله نفر كويس. الله بيا بيا أنت. آه شغل كويس آه صديق. أيوه. شكرا شكرا صديق. غرفهم عادية وأصغر من غرف أبو سامي. شو السالفة يا ولد؟ خلي شيك على المخاد على الاسفنج. لا كويس المخاد الاسفنج كويس بعد. عامر وش عندك هنا؟ ها؟ لا بس في واحد من الزباين مضيع محفظته وقاعد ادورها هنا ما ادري وينها ما لقيتها. طيب تدورها بالشكل هذا؟ على كل حال دورها، اذا حصلتها زين، ما حصلتها بلغ العمال يدورون عليها. سم سم ابشر ابشر طال عمرك ابشر ابشر ابشر. اتحداك بغينا ننكشف. اه والله خمدت تعب. اي والله تعب. ايه يا ابن حلال سولف انت هناك ريحتك بصل من اليوم قاعد تبخ. ايه يعني انت ما تاكل بصل؟ هلا اكل بصل يا بصله ابو البصل. الزبده يا عيال خلونا من البصل. المهم موعدنا مع ابو سامي. يا اخوي خلنا من ابو سامي، اهم شيء البخشيش يتقسم بيننا يا شباب. اركد فديتك الفلوس وخذيناها. الزبده ابو سامي. اسبوع كامل ولا واحد فيكم جاب نتيجة؟ أنا بالنسبة لي في المطبخ أشوف إن الأكل عندهم 100% وأفضل من اللي عندكم. الطباخين اللي عندي أجانب وجايبهم من أرقى المطاعم في العالم مو بس اللي عندهم. بس لقيتها، هو هذا السبب. عندهم طباخ سعودي جديد يسوي أكلات خطيرة، يسوي جريش وأكله كده اسمه مروق. مرقوق مرقوق. هي هذه. سجل عندك شيف سعودي. في شيء ثاني مميز عندهم؟ أقمشة المخدات حقتهم بطرانة. اللي عندهم جايبينها من الصين واللي عندي أمريكي أصلي. هو الصيني أزين من الأمريكي الأصلي. بس الله يطول لي عمرك، زي ما أنت عارف الأسبوع الأول ما أنا بعرف نشتغل زين ويلا يلا نراقب. صح يا طول العمر، صراحة ياسر صادق في الموضوع. استنوا الأسبوع الجاي وتفرجوا على شغلنا. صار أتحداك يا كفتة ياوا. والله لذي. بس بعرف وين الجريش حق فندقنا وين الجريش حق فندقهم. هذا جريش الفندق الثاني وهذاك اللي هناك حقكم. والله فرق. المهم كشفت وعرفنا السر يعني. لا طبعا انا باكم تستمرون بالشغل هناك، وانت شكش لك مكافأة عندي. اكتب شيك لشكش مكافأة له. دير بدر بدر بد اتحداك كبير. بالهال ايش رايكم ما جبت لفظ الفندق؟ انت احسن واحد يا شيخ، انت صديقي من اليوم ورايح وام تعزمنا فيه اي مكان تبو. يمينا بالله انك اطلق واحد من اخويانا. ابو البصل. انت اللي ابو البصل لا تغلط عليه. الكلام ناس بخشيش وناس مكافاه. ايش الحظ الاكشر؟ شوف امه ذا من فين جيته؟ توني واصل من المطار. مو جابك الرياض؟ جاي زيارة. طيب لما هذا الفندق؟ وانت ايش دخلك؟ تحق معي انت؟ راح اجيب الشنط يلا. ما هو؟ ايش في ذا؟ ما ادري نفسي وابتلينا. ايش قاعد تسوي انت؟ نسيت اعلمك كل اسبوع لازم نراسل المواقع عشان اعلانات الفندق.
اعلانات، لا ذي ضروريه لازم تعلمني اياها الحين يا اخوي. علمنا من اول. شوف يا طويل العمر. الو. اوكي اوكي يلا واحد كلب ساندويتش. طيب ايوه برضو كلب ساندويتش غير الاول. اوكي اوكي لا تزعج. طيب خلاص خليهم اثنين كلب ساندويتش. طيب اثنين كلب ساندويتش. خليهم ثلاثة. تفضل. شكرا. خلي البقع عشانك. البقع عشاني؟ الله يعطيك العافية، الله يسعدك حبيبي. لا كثير. أوفر كذا، أوفر كثير. سباق ماراثون هو ولا ايش؟ عنده واحد واحد. تفضل انت. يسوون اعلانات مواقع كثيره مره. يسوون اعلانات في مواقع؟ اي نعم. سجل هذا عندك وانثى. يسوون كلهم ساندويتش طول الوقت. كل الناس تسوي ساندويتش كلوب. تفضل. طيب الله يطول عمرك. ايش فيه؟ نبغى مكافاه. اذا كلامكم اثبت جدوات بشلون بالمكافاه، مو مثل بعض الناس جايب يشيف سعودي ما استفدنا الا خسائر رواتب. تفضل انت وياه يلا ورانا شغل. وتوني نازله من السويت حقي، راح انتظر صديقتي باللوبي لين توصل. عاد ندردش انا وياه شوي واسنب لكم. ياسر هذه الحرمه معروفه. والله ما اتوقع بس ما عمري شفتها. عرفت ما هو معاهم؟ معاهم فنانه او ممثله تصور لهم. تصور لهم؟ صدق فاتتني الفكرة ذي. هي موجودة الآن عندهم؟ ياوا عندنا بالفندق. هلا والله شرفت الفندق، حياكي. الله يحييك. هذا من يوم دخلت الفندق اللي بجنبكم إلا هو ناشب لي يبيني أسوي لكم دعاية. وهذا شرف إنك تسوي لنا دعاية. كم تسوي لنا الدعاية؟ الدعاية أنا ما أسويها بأقل من 5000. 5000؟ أعجبك؟ تأخرت عليك يا نورة. وين رحتي؟ تخيلي رحت الفندق الثاني ويحسبوني مشهورة، قالوا لي تصورين إعلان سناب شات وتاخذين 5000. تستهبلين؟ والله مهبل. حلو. أهلا وسهلا تفضلوا. الله يشرف مقدارك يعطيك العافية. من هون من هون استريح. تفضل هون استريح. شكرا لك. شكرا. تفضلي. ياسر. ما حبيبي بدي غرفة كتير تكون هيد أو ريلاكس. شوف دي غرفة 205. أبد على خشم. يلا يلا. هلا والله برامز البطل. يا أخي مسيو رامز. مسيو رامز مسيو رامز. شايف هدول اللي وراي؟ اي وش فيهم؟ هدول عرسين، شو ما بيطلبوا بتعطيهم. أبشر بعزك أحطهم في عيوني. غرفتهم 205. طيب ليش 205؟ يا أخي لأنه مطلي وحيد أو تبع عرسين. ايه ابشر بعزك لا تشيل هم يا مسيو رامز. تمام؟ تمام. ايه هذا نظامك يا رامز. وش عندك؟ اقدر اكلمك لحالنا؟ تقدر تروح. انا عرفت السر اللي مخلي الفندق اللي جنبك الزباين كذا عليه. وانت تش ذبان. السبة ذا الزلابة اللي جايبه. الفندق الثاني جايب واحد لبناني كذا واخلاق وبشوش ويعطيك من الكلام الطيب وشو بدك شو هيدا. اما ذا يقول وش تبي. اسمع هالمكان هذا ابغاه نظيف. أيوة. كل ساعتين ابغاك تنظف. أيوة. وابغى الريحه حلوه. أيوة. تنظيف ترتيب اشياء مرتبه. أيوة. وريحه كلها حلوه. كلامي واضح معك؟ ايوه هذا اللي انا ابغاه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا هلا وسهلا. هلا والله سعد، شو اخبارك؟ طيب والله تمام الحمد لله. ايش عندك هنا في الفندق؟ بعد ما رحت ابو سامي فجاه طردني. طردك؟ اي طردني. ما يستحي على وجهه بصراحه، ما تستاهل، انت موظف جيد يا اخي. اي وجيت توظفت هنا. كيف بالله الشغل هنا بالفندق؟ ابو محمد مو مثل ابو سامي، ابو محمد مثل السكره. بس انا مستغرب ليش ابو سامي باعني. والحل يا عيال، لنا شهر بالفندق وما اخذنا مكافأة. يا اخي انتم على الاقل اخذتوا بخشيش، انا اللي طلعت منها كذا. انت اسكت. ايه هدوا يا عيال، يكفي الحفل اللي صارت بالفندق. انا معي خطة. ايش عندك؟ فين سيارتك؟ هناك، بس انتظر هنا لين اجيبها واجيك، خليك لا تروح. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في غرفة عندكم؟ لا والله، وانا اخوك اليوم فول، انا اسف والله، بس في فندق احسن من هذا بكثير على يسارنا هنا. لا سوي لي شكاوت. خلاص اوكي، انا ما عندي شيء، بنتظر في اللوبي واليوم تجهز الغرفة وبطلع. ايه كابتن، رامز يبغاك هناك عند الباب، روح له. شو بده رامز هلا عم بطبخ؟ ايش دخلني ايش بده؟ طيب يلا روح شوفه. صدق الفقي. هالخبل هذا ضيع الشنط. الشنطة ضاعت وأنا ما دخلني، روح دور ورا حقك. تستهبل أنت، قال لك دقيقة بجي، خليك عند الشنط. سلامات. طيب هد هد يا أخوي، إيش فيك معصب؟ يا أخوي قلت له خليك عند الشنط، أبغى أروح أجيب السيارة وأجي، راح وعطاني شنطة ثانية، إيش الكلام؟ طيب رحت فاهم مع الشرطة. استهبال الدعوة. السلام عليكم. عليكم السلام يا أخو، خير أنت بعد؟ يسيك بالخير. أنت مين؟ أنا صاحب الفندق، حياك الله، مالك معصب كذا؟ يا أخوي شنطنا راحت ورانا تذاكر وسفر، روقونا يا رب الحلال. لا لا ما عليك إلا العافية إن شاء الله، تروح معي المكتب الحين ولا لك إلا طيبة الخاطر، تفضل معي المكتب، تفضل. يلا يلا أمشي أمشي. العودة بعد يومين، بس احتمال أعجل فيها، بس أدفع فرق، لازم أدفع فرق. هبيل ذولا شكلهم يراقبون. اسمعني زين، أنا متفق معك 6 شهور، ترجع لي الدين وفوقها 100,000 زيادة. أنت الآن لا رجعت للدين ولا رجعت للزيادة. بس يا أبو سامي أنت عارف البيرو غطاه، وتدري ولا وراي ولا قدامي، ولو كان عندي شيء ما تأخرت عليك فيها. إلى متى؟ أنت عارف نظامي، أنت لو رجعت للدين يمكن أصبر عليك بنص الفائدة. حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا المقسوم يا أبو عبد الله سم. الله يكتب أجرك يا أبو محمد، ما قصرت. ما أدري يا أبو محمد متى تسمح أقول للناس وأعلن لهم إن في كل غرفة فيها نسبة صدقة، منها الناس تقتدي بك، مو هو بزين؟ لا 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 تكفى يا أبو عبد الله، الله يجزاك خير، خل هذا شيء بيني وبينك، ما أبي أحد يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الله يجزاك خير أبو محمد. آمين آمين يا أبو عبد الله آمين. المهم خلنا من هالموضوع ذا. بالنسبة للمعاملة حقت الجامع البحريملة، أبشرك الأمور طيبة. اليوم كتبت شيك وعطيته السكرتير حقي وقلت رح لحريملة وسلمه لإمام الجامع، وإن شاء الله الأمور تمام. الله يجزاك خير ما قصرت. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. أركب بديتك.